السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم اخواتاتي، ان شاء الله يلقاكم الفيديو هذا في احسن الاحوال. لاول مره تشوف القناه تاعي نقول لها ديري لي اشتراك وفعلي الجرس راح يلحقك الجديد. اليوم جبت لكم كروكو سهل، يعني مكونات موجوده في كل بيت عندنا. كما راكم تشوفوا هنا انا كيلت 3 بيضات، شوفوا القيس اللي عطاني نفس القيس تاع الكاس هذا اللي كيلت به البيض، راح نكيل به السكر ونكيل به الزيت. واول حاجه نحط البيض تاعنا في ريسيبيون كيما هذا ونحركوه حتى يتخلط لنا مليح. يعني تحب تستعمل باتر تستعمل، انا نستعمل غير فولي كيما هكا ما راكم تشوفوا فيا. نفس الكاس اللي كيلنا فيه البيض راح نزيدو نكيلو به السكر، نحطو الكمية تاع السكر تاعنا كامل ونحركو مليح حتى يتخلط يذوب لينا السكر هذا. يعني انا استعملت هنا سكر عادي. هنا بعد ما خلطناه شوفوا البنات حتى تذاب لنا الخليط، هنا نفس الكيله قلت لكم نزيد ندير نفس الكاس نزيد زيت، نزيدو نحركو حتى يتجانس الخليط تاعنا مع بعضه كامل. هنا تشوفوا البنات كيف عطانا القوام هذا. انا لحت ساشي تاع لافاني باش ما يقول لنا، يعني اللي يحب اي نكهه يديرها. انا درت لافاني، حد يدير لي زيس تاع القارص ولا دير لي لي زيس كاتشينا فانيت، يدير الجو تاع البنان، يعني كل وحده وشحال الكروكي هذا تقدر تنوعيه. هنا نبداو نلوحو في الفرينه كما راكم تشوفوا، هنا نحطو نغربلوها الفرينه، انا اللي راني مغربلتها من قبل. ونزيد دائما انا قبل ما نلوحها في لي بورتمونجي يعني الفرينه تاعي نغربلها بالسيار ونحط. حركوا مليح البنات حتى تتجانس لينا، نلوحوا بالكميه ونخلطوا باش تجينا يجينا الكروكو تاعنا يجينا خفيف وهشيش باللعق البرك باش ما ديرلناش تاكل الاولاد، يعني من بعد تصعب علينا باش نحلجوا له. نزيدوا نديروا كميه اخرى بعد ما حلينا الساشي تاع الخميره. هنا البنات نحلو نديرو الساشي تاعنا تاع الخميرة، ها الساشي تاع الخميرة فيها 10 غرامات. هنا البنات كي بدات تتلم لينا راح نزيد لها، راح نستعمل يدي هنا شوفوا القوام اللي عطتهولنا، راح نقسمها على اثنان. القسم الاول راح نزيد له 2 مغارف فرينه، والقسم الثاني راح نزيد له الكاكاو. يعني هنا راح نزيد 2 مغارف فرينه باش نشيحها،
هنا البنات درنا العجينه هذه، والعجينه اللي بقات رجعناها في الريسيبيان وزدنا لها زوز مغارف كاكاو. واللي حب يديرها سامبل يديرها، يعني انا راح نعطي لكم طريقه جديده تاع الكروكون، يعني ستيل جديد ساهل وفي نفس الوقت مليح، يعني الشكل تاعو يجي هايل. نحكموا يعني خليناها شويه طريه ونحكموا هنا كما تشوفوا بصباعتنا باش نخلطوها مليح. عطينا الشكل شوكولا، يعني شكل مارون. خلطها البنات ونرجع لكم. شوفوا البنات بعد ما شكلناها على زوز قطع، يعني هذه شوكولا وهذه بيضة، راح نقسمها على زوز. يعني البنات شوفوا لازم تعود شوية تتلاصق، شوف كي تعود تخدمي بها تتلاصق شوية، يعني معليش نقص وماها نفس القيس. هاي لكم البنات، حنا نلم العجينة تاعنا هذي. نديروها نفس القياسات، نديرو شوي فارينة في اللوحة تاع العمل ونقرصوها. نديروها على شكل حربوش هكا أو أسطواني، نديروهم قد بعضها، نحطو الشكل تاعنا الأول. البنات متخليهاش تلصق ليك، يعني جبت لكم التفاصيل. هنا البنات بعد ما شكلناها من نفس القياسات، راح نجو وش نحطو، نديرو الأول راح نديرو هذا الشكل ونديرو فوق منه هذا، ومن بعد نعكسو نزيدو نديرو هذا الشكل وفوق منه هذا. نلم هك العجينة لبعضاها باش تتلملي. شوفوا البنات ديروا نفس الشكل نفس كلش، راح نقسمها على اثنان باش نقدروا نخدمها. يعني انا جاني طويل على لوحة العمل هذه. شوفوا ديروا العكس، المهم ديروا. وهنا البنات نجو نبرموا العكس، ها نبرموا العكس، حاول ان نلم. شوفوا البنات نبرموا هكا، ها باش يجينا الشكل رخامي. ها حاولوا درك نرجلوهم في بعضاهم. راح يجينا شكل رخامي ولا؟ شوفوا البنات ها الشكل تاعو زي ما يجي. نحاولوا ان نهزوه نحطوه في البلا. هنا البنات هزيت صفار تاع بيض، درت له شويه قهوه سريعه الذوبان، وراح ندهن بها الكروكو تاعنا. شوفوا البنات الشكل تاعو زي ما جا. بعد ما ذريت شويه فارينه في البلا، حطيت الكروكو تاعنا ندهنو هكا بالبيض كامل، ونديرو له شويه جلجلانيه، ولا اللي عندها تحب ما عندها جلجلانيه دير شويه حلوة سكر يعني فوق منه، ولا تخليه سامبل. ها البنات نحاول ندهن البلايص كلها. انا عندي شوية جلجلانية هنا راح نستعملها. ونحطو تكون شعلتو الفرن من قبل على درجة حرارة 170، ونحطوه يحمر لنا من تحت. كي تشوفوه يحمر من تحت زيدوا شعلوا عليه من فوق، يتحمر لنا شوي بركة، وان شاء الله من بعد نتلاقاو بعد ما نكملو. ها البنات بعد ما طاب شوفوا الشكل تاعو، شوفوا البنات الشكل تاعو يعني شهي. شوفوا
يعني يجي خفيف. راح نقسم كعبة انا وياكم. شوفوا البنات، شوف يعني يجي هايل، يجي يعني طعمه وشكل ويعني وخفة. ان شاء الله شهيتكم في الجنة البنات، ونتلاقاو مع فيديو جديد بإذن الله. سلام.